كأس مباريات صعبة، لأنه مباراة بخروج مغلوب، بالتالي حتى فريق ما تيبغي أنه ينهزم. فريق شباب بن قرير ما كانش عندنا عليه معلومات كثيرة بحكم أنه فريق ينتمي للقسم الوطني الثاني، فبالتالي حاولنا ما أمكن نجمعوا المعلومات اللي قدرنا سور دي فيديو اللي شفناهم ديال المباريات اللي لعبوا. عرفنا القوة ديالهم في خط الهجوم ديالهم، لاعبين بنية جسدية قوية، تيقدروا أنهم يفوزوا بالنزالات الهوائية، تيقدروا أنهم يضغطوا على المدافعين. المباراة بديناها وكان الاستحواذ عندنا، ولكن كان استحواذ سلبي. احنا مازال عندنا مشكل في بناء الهجمات، لأنه احنا إلا جيتي تشوف كم موسم احنا فريق يونيكيب دو ترانزيسيون ديال التحولات ديال اللاعب بسرعة بمرتدات، فلما تنكونوا احنا اللي كنبنيو اللعب فتلقاو مشاكل كثيرة في البناء، خصوصا الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية لوسط الميدان ونمشيو للأمام فتلقاو مشاكل في البناء. وهذا بان اليوم ولو انه كان واجهوا فريق من القسم الوطني الثاني، ولكن فريق منظم، لانه عبد الرحيم السعيدي قايم بعمل جيد، فريق منظم، فريق شاب، فريق اللي خلق لنا مشاكل. قدرنا انه نسجلوا في اخر الشوط الاول عبر ضربه خطا، خلات انه الفريق الخصم يقدر يخرج شويه، خلانا مشينا في مرتدات ما تعاملناش معها كما يجب. مي تنظن انه مباراه ديال الكاس غادي يكون فيها دائما تكافؤ، غادي نشوفوا فريق، لانه فريق شباب بن قرير ما عنده ما يخسر اليوم، تيواجه فريق من القسم الاول، فغادي يحاول ما امكن انه يغامر، وشفناه انه خلق لنا مشاكل. مع العموم تنظن انه تاهل مستحق للدور الموالي، نتمناو انه نزيدوا نركزوا اكثر، خصوصا دابا جميع المباريات غتكون عندنا خارج الميدان، الدور المقبل خارج الميدان، الى تاهلنا الربع خارج ميدان، زيد تاهلنا النصف خارج ميدان، فتنظن انه المباراه الوحيده في الكاس اللي كانت عندنا في داخل الميدان ديالنا هي ديال اليوم. نتمنى انه نتوفقوا في المباريات المقبله ونوصلوا الى ابعد نقطه في الكاس الغاليه ان شاء الله. شكرا جزيلا.